بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والأربعون. الفلاح يحرس الأرض بالمحراس. الفلاح مبتدأ، يحرس فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. الأرض مفعول به. بالمحراس جار ومجرور متعلق بيحرس. منجلي حاد، منجلي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، حاد خبر. الفلاحة تحصد الزرع بالمنجلي. الفلاحة مبتدأ، تحصد فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ. الزرع مفعول به. بالمنجلي جار ومجرور متعلق بالفعل تحصد. اقرأي درسك يا فاطمة. اقرأي فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، أو فاعله ياء المخاطبة. درس مفعول به مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. يا حرف نداء، فاطمة منادى. اقرأنا دروسكن أيتها البنات. اقرأنا فعل أمر والنون نون النسوة، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. دروس مفعول به مضاف، كن ضمير متصل مضاف إليه. أية مضاف والهاء مضاف إليه، والمضاف والمضاف إليه منعوت، البنات نعت. والمنعوت والنعت منادى بحرف النداء المحذوف. التقدير يا أيتها البنات، أو تقول أية منادى والهاء حرف التنبيه، البنات بدل من أية، أو نعت من أية. منجلك كهام، منجل مبتدأ مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه، كهام خبر. هذا المحش حاد جدا. هذا اسم إشارة مبتدأ. المحش نعت، حاد خبر، جدا مفعول مطلق لفعل محذوف. التقدير جاد جدا، أو جد جدا، أو أجد جدا. التلميذات المجتهدات لا يضحكن أثناء الدرس. التلميذات مبتدأ، المجتهدات نعت، لا نافية، يضحكن فعل مضارع خبر. والنون نون النسوة، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أثناء ظرف زمان مضاف، الدرس مضاف إليه، وشبه جملة متعلق بالفعل يضحكن. أخواتي يكتبن المكتوب إلى أبي. أخواتي مبتدأ مضاف وياء المتكلم مضاف إليه، يكتبن فعل مضارع خبر، نا فاعل، وهو أعد على المبتدأ. المكتوب مفعول به. إلى حرف الجر، أبي اسم مجرور والجار والمجرور متعلق بالفعل يكتبن. أبي مضاف وياء المتكلم مضاف إليه. الفرس يأكل العشب والحشيش والشعير والنخالة. الفرس مبتدأ، يأكل فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ. العشب مفعول به، وحرف عطف الحشيش معطوف على العشب، وحرف عطف الشعير معطوف على الحشيش، وحرف عطف النخالة معطوف على الشعير. أنتن تجتهدن أيتها البنات. أنتن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. تجتهدن فعل مضارع خبر، نا نون النسوة، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، وهو أعد على المبتدأ. أيته منادى والهاء حرف التنبيه، البنات بدل من أيته، أو نعت من أيته. التقدير يا أيتها البنات. هل قرأتن دروسكن أيتها البنات؟ نعم قرأناها. هل حرف استفهام قرأتن فعل ماضي، تن ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل، دروس مفعول به مضاف، كن ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. أية منادى والهاء حرف التنبيه، البنات بدل من أية، أو نعت من أية، وحرف النداء محذوف. التقدير يا أيتها البنات. نعم حرف جواب، قرأنا فعل ماضي، نا فاعل، والهاء ضمير متصل
مفعول به. الفلاحون يشتغلون في الصيف كثيرا. الفلاحون مبتدأ، يشتغلون فعل مضارع خبر، والواو فاعل وهو أعد على المبتدأ، في الصيف جار ومجرور متعلق بالفعل يشتغلون، كثيرا نائب مفعول مطلق، التقدير اشتغالا كثيرا. يحرسون الأرض ويزرعون ويحشون الحشيش ويحصدون الزرع. يحرسون فعل وفاعل، الأرض مفعول به، وحرف عطف يزرعون معطوف على يحرسون، وحرف عطف يحشون معطوف على يزرعون. الحشيش مفعول به، وحرف عطف يحصدون الزرع معطوف على يحشون الحشيش. نحن نلعب بعد الدرس، وهل تلعبين أنت يا زهرة؟ نحن ضمير منفصل مبتدأ، نلعب فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، وهو عائد على المبتدأ بعد ظرف زمان مضاف، الدرس مضاف إليه، وشبه الجملة متعلق بالفعل نلعب، وحرف عطف هل حرف استفهام، تلعبنا فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. أنت ضمير منفصل توكيد لفظي للضمير المستتر، وهو أنت في تلعبين. يا حرف نداء زهرة منادى، لمن هذا المنجل؟ لي حرف جد، من اسم استفهام مجرور، والجار والمجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، هذا اسم إشارة مبتدأ مؤخر، المنجل نعت لهذا. بالمحراس نحرس الأرض، وبالمحش نحش الحشيش، وبالمنجل نحصد الزرع. بالمحراس جار ومجرور متعلق بنحرس، نحرس فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، الأرض مفعول به، وحرف عطف بالمحش جار ومجرور متعلق بالفعل نحش، نحش فعل وفاعل، الحشيش مفعول به، وحرف عطف بالمنجل جار ومجرور متعلق بالفعل نحصد فعل وفاعل، الزرع مفعول به. هات من فضلك ذلك الفنجان، هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، من فضل جار ومجرور متعلق بهاتي، فضل مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه، ذلك اسم إشارة مفعول به، الفنجان نعت لذلك. يوجد السمك في النهر والبحيرة والبحر، يوجد فعل مضارع مبني للمجهول، السمك نائب فاعل، في النهر جار ومجرور متعلق بيوجد، وحرف عطف البحيرة معطوف على النهر، وحرف عطف البحر معطوف على البحيرة. هذا الكتاب يساوي 3 دراهم أو 3 دراهم. هذا اسم إشارة مبتدأ، الكتاب نعت لهذا. يساوي فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، وهو عائد على المبتدأ 3 تمييز مضاف، دراهم مضاف إليه. هات المصباح أيتها الفتاة، هات اسم فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، المصباح مفعول به، أية منادى والهاء حرف التنبيه، الفتاة بدل من أية، التقدير هات المصباح يا أيتها الفتاة. فاطمة تقرأ الدرس وأمها تنام. فاطمة مبتدأ، تقرأ فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو أعد على المبتدأ، الدرس مفعول به، وحرف عطف أم مبتدأ مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه. تنام فعل مضارع خبر وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، وهو عائد على المبتدأ، يصنع المخرز والسكين والملعقة من الحديد. يصنع فعل مضارع مبني للمجهول، المخرز نائب فاعل، وحرف عطف السكين معطوف على المخرز، وحرف عطف الملعقة معطوف على السكين، من الحديد جار ومجرور متعلق بيصنع. لكل يد 5 أصابع، لكل جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا،
وشبه الجملة من الجار والمجرور في محل رفع خبر مقدم، كل مضاف يد مضاف إليه. 5 مبتدأ مؤخر مضاف أسابع مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.